طبعا نشكر القنوات الفضائية، قناتكم الكريمة والمشاهديكم الكرام. نحن منطقة حي التأميم من ضمن المناطق ومن ضمن الرقعة الجغرافية بقضاء المدائن والمناطق المجاورة لنا، جسر ديالة، قضاء المدائن، النهروان، كل هذه المناطق. هاي معاناة لنا منذ 5 أيام. والآية تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. احنا عتبنا الوحيد أولا اللي صوتنا يوصل للسيد رئيس الوزراء، اللي صوتنا يوصل للحكومة المحلية الموجودة مجلس محافظة بغداد. عندنا ممثلين من البرلمانيين، عندنا اكو تقريبا 5 أعضاء برلمان عتبنا عليهم انه يجون يوصلوننا يشوفون معاناتنا، يشوفون النواقص اللي عند الناس. اليوم حتى ندعو رئيس الوحدة الإدارية الموجودة بقضاء المدائن ان يتكلف ويجينا يزور هذه الناس يشوف معاناتهم. يعني بالحدود 5000 نسمة او اكثر بس بهاي المنطقة، هاي 5 أيام ماكو مي. المشكلة انه اجى مي، تعرف هذا السيول اللي اجت وصار مي، انه اجت التلوث اللي قالوا نسبة اكثر من 100% موجودة. بس هاي المشكلة مو اليوم، مشكلة ازلية صار لها، يعني هسه هي بزمن النظام السابق. بس عتبنا على حكومتنا المحلية، ما فد يوم واحد مر على جسر ديالة وشاف المعاناة ومنطقة الرستمية والمشروع ندري به سابقا، وارجو ان تاكدون عليه، بزمن صدام حسين المشروع هذا يتوجه للعطارية باتجاه النهروان وكل المناطق ذري، وخلي يشوفون الملفات والأوليات موجود، المشروع توقف من صارت النفط مقابل مصار الحصار على العراق، توقف المشروع. طيب صار 16 سنة وين الإنجاز؟ هسا أنا منحكي اليوم أريد أقول أمثل هاي الناس المظلومة، 16 سنة ما حد نظر للمعاناة، بنى تحتية ماكو. اعطيني اليوم، انا هسه من اريد احكي يجيني واحد يقول لي انت تتهجم، انت مع احترام لحكومتنا لانه الشعب اختارهم، وقعد يعني شعبنا خليه يركز شويه معاناته. ما قدروا يشوفون. هسه اليوم من تجينا اجي الواحد اقول له نعم شوف لي هاي المعالم الموجوده من طرق رئيسيه موجوده للنظام السابق، اجيني مدينه الطيب، صدام حسين، معهد عبد الكريم قاسم، اعطيني المستشفيات اللي يعرفها، اللي يرموك ابن البيطار، ابن النفيس، كذا، كلها معالم قديمه. اعطيني فد معلم اليوم، فد صرح موجود قدمتها هاي الحكومة الجديدة للشعب. مرة يطلعوا اللي راحت 5 مليارات أو 7 احترقت، مرة هذه غرقت، ما يصير هلا لاعب كافي. شوي أراعي مشاعر الناس، احترم. أنا إذا أدعي هسه عتبنا على حكومتنا الشيعية حقيقة واقعة، مو أنت بتجي التشيع أمير المؤمنين يقول أنا جئتكم بمدرعتي وكذا، إن خرجت بغيرها أنا خائن. هسه بنتهمهم بالخيانة، بس نتهمهم نريد الإنصاف. خلي يجونا اليوم، خلي يشوفون معاناة العالم. يعني تفضل يعني إيش يسوي؟ مي يعني مسألة مي يعني. بدون تعليق انا اقول مي يعني مي، شو يسوي العالم؟ ما نريد لا تبليط ولا خدمات ولا كذا، اكو مشاريع يقولون طالعه، عارفين الدوله مو تخصيصات ماكو، ندري انقرت الميزانيه وسمعنا صار العجز وصار كذا، بس خلي نشوف معاناتنا، نريد واحد يجينا. بعد ما اعرف يعني الصوت ما اعرف شو نريد نقولها، ما ندري والله، هي كل اللي صار واقع يعني. نحن لفيف من أهالي منطقة حي التأميم في جسر ديالة، جئنا نطالب بتوفير الماء إلى أهالي المنطقة، لأن هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها جميعها محرومة من الماء. يا حضرة المسؤولين، صارنا أكثر من 5 أيام، ومنطقة جسر ديالة ونهر ديالة مليان بالخيس والجيف الموجودة التي جاءت من هذا المكان الذي في من جهة الرستمية، فهذه الرستمية اللي تذب علينا مزابل بغداد وأخياس بغداد. احنا بشر من عندكم، احنا ناس هم بشر، اللي الله مثل ما حاسبكم بشر حاسبنا بشر. اتق الله بينا يا حكومة، يا سيدي يا عادل عبد المهدي، مثل ما رحت إلى منطقة هذا يسموها الحسينية، نعم تعال علينا شوف المدائن شبيهة، شوف البزول اللي رايحة مخنوقة خنق ما حد يطلع لنا عليها، شوف هذا المي مالنا خايس صاير له 5 أيام أو 6 أيام، حلوا مشاكلنا. عندنا 5 نواب يا معودين، محافظة ذا بيها 5 نواب ثقوا بالله يقلبوها من الأسوأ إلى الأحسن. احنا 5 نواب وعضو مجلس محافظة، يا معودين اتقى الله بهالشعب الفقير، انتخبناكم وسويناكم ووقفنا لكم، اوقفونا باسم الله، باسم محمد وآل محمد، واتقوا الله بينا.
لأنه ترى الأيام جاية، وأسأل الله يوفق كل من يعمل الخير لهذا البلد، أو كل من يبوق، أو كل من يأذي الناس، أسأل الله أن يهجم بيته، وإن شاء الله يذب عليه الدمار والمرض بجاه محمد وآل محمد. دخنا ما خلينا أحد ما راجعنا. أسأل الله يوفق هذه الإذاعة وهذه الفضائية اللي تنقل صوتنا. أسأل من السيد عادل عبد المهدي أن يتقي الله بينا، من الوزارة، من الحكومة المحلية. والله فقراء ونريد لكم الخير، كليتنا نحبكم، اشتغلونا عدل. أسأل الله يوفق الجميع، وصل على محمد وآل محمد. في بادئ الأمر نشكر هاي القناة الفضائية لحضورها بهذا المكان اللي تشاهدون التجمهر الجماهيري بخصوص قضية يعني الحقيقة مولدة اليوم، قضية مجرد عن يزداد منسوب نهر ديالة تصير عندنا هاي الكارثة، التلوث هذا البيئي اللي يدعون جماعة الماء اللي قاعد يضخون المي، أيضا هم بالمقابل يعانون من هاي القضية، وانتم قاعد تشوفون هاي الشباب وهاي الناس. الحقيقة احنا متدخلين تدخل بما يسمى خير، يردون يقطعون الشارع، وإذا انقطع الشارع هذا يعني ملك عام، وهذا احنا ما نقبل به كوجهاء منطقة وشيوخ عشائر. فالحقيقة احنا اليوم قاعد نتعرض الى كارثة بيئية، وهاي صار لنا تقريبا اسبوع، لا مثلا القائم مقام اجى وشاف اللي. مجرد هذا الرجل سيد السلام جزاه الله الف خير، يعني مناشداته عبر الفيسبوك والاتصال بالمسؤولين، لكنه ماكو كل جدوى. فاحنا اليوم الحقيقة ندعي الحكومة المحلية اساسا، السيد المحافظ، ايضا الدولة ان تتدخل بخصوص هذا الموضوع. يعني الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. زين اذا ماكو ماي هاي عوائل ناس، يعني شلون هذا الموضوع؟ فما ندري، احنا صار لنا فترة ننتظر ان يجينا مسؤول، ان يجينا احد يشوف هاي المعاناة، يشوف هاي الناس. اسمعت لو ناديت حيا ماكو، كل شيء للاسف الشديد. زين انت هاي عندنا احنا هنا اعضاء برلمان انتخبهم الشعب غير ممثلين للشعب، يعني يشوفون الامور، يشوفون مثلا اللي قاعد تصير الاحداث غيرها. زين غيره باعتباره ممثل للشعب ينقل المعاناة، ماكو. زين يعني هاي المساله شلون ما نعرف. زين مثل ما تفضل السيد، زين غير اكو فد اجراء يعني مثل ما يقول بديل. هسه انقطع المي، هسه ودونا حوضيات، يعني البارحة حسب ما سمعت مودين حوضيات من رخصتك سيد، مودين حوضيات، شر البلية ما يضحك، مودين حوضيات تجيب لنا مي. تصور الحوضيات جاية فارغة، وين رايحة؟ رايحة للمدائن تجيب مي. خابرون على سيد السلام يقول له سيد احنا ما لقينا مي، هو اساسا مي ماكو بالمدائن، وانت جايب حوضيات تاخذ مي منين؟ تاخذنا من هذا المي يعني. فاحنا عبر هاي محطتكم وانتم مشكورين ان تنقلونا عم المعاناة، وان يسمعونا المسؤولين. تروا عيب، والله العظيم عيب، عيب عليهم مخازي، يعني شعب يعاني هاي امور جدا بسيطة، خدمات. شوف هاي المنطقة، ادخل جوا وشوفها، والله شوف المزبلة، شوف يعني الوضعية التعبانة، شوف شنو اصلا، حتى عيب. زين هاي التلوث منا، التلوث عندنا، هاي سووا لهم هنا معامل مال اسفلت، والله العظيم يعني مني شغلوها اصلا فد مصيبه. زين وين المناشدات؟ وين؟ فندعو المسؤولين، ندعو ان بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم اهالي منطقه التاميم، اولا نشكر فضائيتكم الكريمه اللي اجت حتى تشوف معاناة منطقتنا. حقيقة منطقتنا صار لنا اليوم خامس احنا بدون مي، كل حلول ماكو، كل المسؤولين ما جاي يجاوبون ويانا، يابا اكو حل جديد، اكو للمستقبل القريب، كل شو ماكو، لا حوضيات تجي، العالم كتلها العطش،
لا حد يغسل، هاي اطفال انكتلت جراثيم موجوده، زين هاي ما لها حلول. ذول المسؤولين اللي احنا انتخبناهم وينهم؟ وين مسؤولين مناطقنا؟ يعني ما عدا سيد سلام احنا نركض بيه، سيد سلام حتى العالم كرهته، من ورا سيد سلام الحقنا، سيد سلام الحق، وين يروح الرجل؟ هم بدا يتصل بالمسؤولين ما جاي يحصل حل. هسه وصلنا الى نتيجه انه نطلع نعرض معاناتنا للمسؤولين، احنا نخاطب رئيس الوزراء، نخاطب وزير البيئه، وزير الموارد المائيه، الساده المسؤولين كلهم يطلعون يشوفون معاناه هاي المنطقه، يسوون لنا حلول. ما نظل احنا ساكتين هالشكل، ما نظل احنا اليوم طلعنا هسه طلعه سلميه، باكر نطلع غير شكل. خلي يعرفون انه احنا ترى ما ساكتين، اليوم سكتنا باكر لا، اكو حلول سريعه اهلا وسهلا، ماكو حلول سريعه باكر نلزم الشارع. واعذر من انذر. فعليه لازم يسوون لنا حل، حل سريع وجذري. احنا الى متى نظل هالشكل؟ كل ما يزيد المي شويه بدياله احنا صار عندنا امراض واوبئه، خليه يسوون لنا حل، احنا ما نريد حل اني، خليه يسوون لنا حل جذري. ما نصير احنا كل ما يزيد المي بدياله احنا نتعرض لهاي الحاله. ناس هسه تريد لها مي، هاي ناس عندها فاتحه، يقول انا اريد مي للناس، ماكو، اريد ناس تغسل، اريد اطبخ، اريد كذا، وين يروحون؟ ابو محمد احنا هسه وين متظاهرين؟ وين؟ بالتأميم. لا احنا على سحف الصور الشهداء اللي قدمت، نعم، دماء شرايين، نعم، اورده، نعم، وعوائلهم. انا اريد تشوفون الناس باعوا هاي الاوبئه اللي ورانا، باعوا لها، صور هاي اللي ورانا، صورها، شوف احنا شنو من منطقه، احنا بنص الاوبئه. وعليكم السلام. عوائلهم صار اسبوع بدون مي، هم قدموا مي. نحن من اهالي منطقه الشهيد علي الكعبي ومنطقه التأميم ومنطقه علي الخضير ومنطقة أبو ثيلة، نعاني لليوم السادس على التوالي من الانقطاع المياه بصورة تامة، يعني مو جزئي أو ساعة أو نص ساعة ويجي، بصورة تامة صار ست أيام ماكو مي، والسبب بأنه يوجد ترسبات في نهر ديالة اللي يذب بنهر دجلة، وهذا الترسبات سببها مشروع البسماية، المياه العاصنة اللي تجي من بغداد من الرستمية تذب ديالة. واحنا نطالب اعضاء البرلمان، اعضاء البرلمان اللي هم خمسه بس منطقه المدائن، بس بمنطقه المدائن خمس اعضاء بالبرلمان، كاظم عطيه، زياد الجميلي، جناب العفو، طه الدفاعي، علاء سكر، يعني هذول بوقت الانتخابات جت سياراتهم واشكالهم وكلها جتي، كلهم يفترون بالمناطق مالتنا. وخالد عطيه من ذات اجى ببيتي اني، يعني كاظم عطيه العفو اجى ببيتي اني ووعدنا بهواي مشاريع. هسه ما اريد المشاريع، بطلنا اريد مي، اريد مي نغسل. لا ليش اريد خدمات؟ خدمات خلي يوفر لي مي، خلي يوفر لي مي. اريد مجاري. زين متاذين، شنو متاذين؟ يعني حيل متاذين. زين رئيس الوزراء بس يفتر بالحسينية يروح، أو يفتر بالمدينة الصدر على العالم، خليج علينا، خليج على هاي المنطقة المنكوبة. شنو احنا متأذين؟ لا متأذين احنا حيل، احنا ب 2019 لا ما خليج على الشوارع، هاي الناس الخايسة. وين احنا عايشين؟ والله بس الجراذية تفتر علينا والدنيا، خليج على هاي بزول، هاي السلام عليكم. مو بس المي، شتاء، صيف، خدمات ماكو، وعندنا معامل للعلم، عندنا معامل تبليغ. مرضت من يمن 13 اسمع 13 معمل، هذني مسنودات من الحكومه العراقيه مال اسفنت، 13 معمل من يم البازي خانه ما جابت تطلع لهن فلوس، يبلطون بغداد والدخان عليني. احنا المظلومين، عمي دهروني، عمي متنا بس احنا عدلين، شايفين شيء؟ يعني متنا احنا هسه احنا ميتين، لا مي ودخان علينا، يعني ماكو شيء ترى، يعني بالارهاب ماكو شيء، يعني حرب نفسيه عمي، مسنودين عمي، يعطون فلوس الحكومه والدخان علينا. باوع حجي الدخان علينا وما عندنا، يعني شنو الظلم هذا؟ هاي الصور مال شهداء عمي، عندنا جهال عمي كلهم صار بيهم، حب عمي كالحبايه الكبرى، عمي صور هسه هاي قدام العين، يعني تعطل المنطقة عمي، عمي القناة، يعني نقعد الصبح الله شاهد نلقى بيوتنا سود، عمي القناة هاي مغالتكم على عيني وعلى راسي، عمي طبوا، لا خدمات، لا تبليغ، لا مي، زين منين نسبح؟ منين نغسل؟ هاي الجهال شنو ذنب هاي الجهال؟ اليوم الظاهرنا سلميه، باكر نقطع الشارع، الله شاهد نقطع الشارع، زين هسه لو اكو انتخابات كلهم يجون المسؤولين يفترون،
كلهم ايش عايزين ايش تريدون؟ فازوا بعد عدوا كل من اخذ كرسيه وقعد وعاف هاي الشعب هاي المنطقة المظلومة لا خدمات لا بس وهاي المعامل الله كتبه برسلة مسنودة من الأحزاب هاي مسنودة من الأحزاب زين ولا هاي كل مرة ذيك مرة همينا قالوا شغلة المي مسموم وهم سدوا على ذيك مرة ظلينا 10 أيام بدون مي وهاي النوبة هم هي سووا يعني هاي شغلة مقصودة هاي متقصدين هاي المنطقة زين العالم عافت بيوته وشالت شردت هاي صار 5 أيام العالم شردت عمي والله العالم اكو جوارينا عالم عافت بيوته وراحت من ورا المي الله ما يرضى الله لا يوفقكم الله لا يوفق هاي الحكومة نريدها من قناتكم توصلون يا رئيس الوزراء عيب شنو الحكي هذا؟ رئيس الوزراء يا رئيس يجي وراح اسوي بعد انت شلون سيد انت؟ انت مو سيد انت رئيس الوزراء؟ انت ما تخاف الله؟ قول محمد ليش هذا ما تقطع حتى على الحسين هذا؟ هذا الحسين قطع الحكومة مو شيعية الله شاهد مو شيعية الله شاهد مو شيعية حكومة يهودية هاي زين لو لا سلام الله عليه شلون قطعوا الماء على الحسين؟ انتوا هم هيجي تسوون وياهم مثلهم هاي حكومة هاي حكومة فاشلة لحد مرة نتخمع عن من مادة تميمي تير صدري منتخب ناطح ليش ترضى تير صدري ليش ما تسوي النحل إذا تسمح لي هسه إحنا من رخصة الجماعة عم نريد خدمات أولا مو بس الماء وقف حجر رحمة الله مو بس خدمات أريد تبليط أريد مجاري تعال شوف هاي البزول زين مدمرين جهالنا ضايمنا أطفال وقعت في البزل وماتت تدرون لا وقعت عالم وقعت قبل فترة وفواتح ودنيا تشطف الوقع بالبزل تدرون لا المنطقة مو صحيح؟ زين ليش؟ تعال سووا لنا حل هاي سرسرية مو متنة بس تجيبوا التلفون بهالبوق وتحطوا بجيبكم المن عمي المن خافوا الله كافوا عاد مو حتى امريكا الله سلطها علينا ضبت لنا خل تجي امريكا حيل بينا احنا مو خشوادم تأكدت لنا على هذا الدخان والله متنة تشدوا هيك هاي المعامل اللي سفلت الموجوده اثنين احنا حتى نعطيك الخلاصه وين كان مريض نطير عليه كلنا واحد ماكو عندنا احنا نقول خير الكلام ما قل ودل تحياتنا انه توصلون صوتنا لرئيس الوزراء والله بهذلك محافظ بغداد اولا نريد حل اني سريع انه يدز لنا فد اسطول مال الحوضيات خلي يعتبروها هديه مكرمه احنا تعلمنا على المكارم قضينا عمرنا هذا الشعب يستجدي مع جديد للاسف هذا الشعب اللي خيره لينفذ الى يوم القيامه عن رسول الله عيني فنريد اولا الحل الان جزاك الله خير ترى والله معاناه يعني احنا حقيقه واقعا نريد حل اني اول يحلون هاي المشكله هسه الناس جزاهم الله خير طالبوا حقوقهم خدمات بنى تحتيه تبليط كذا نسمع انه اكو مشاريع طالعه بعد التخصيصات ماشي بس اولا هذا التلوث هاي نسبه السرطان ترى زادت هسه موجوده 7 حالات بجسر دياله بدت وراح يبدا المرض هذا انتقل عندنا فاما يتلاحقونا وخلي يتلاحق وبعدين هسه الريد واحد يزورنا نطالب الريد واحد يجي يزورنا يقول اكو شعب عندنا يعاني نحكي ان شاء الله هسه نحكي هسه مالت احنا العطاله والبطاله قاعد حقنا بدينا هم شنو دولة هم يريدون الشعب يطلع هاي وحده كان ترسلت المناطق النقطه المهمه اليوم طلعنا مظاهره احنا النقطه المهمه احنا راح ورا هذه ننتظر نتيجه اذا ماكو تجاوب راح نقطع الشارع واقعا راح نقطع الشارع وما نحكي بعد علمهم بحالي مثل ما يقول يكفي عن سؤالي والسلام عليكم وجزاكم الله خير الجزاء. مع احترامي اللي حكوا كلهم وتحدثوا الكبار احنا 24 ساعة هاي الشباب موجودة الشباب باكر 24 ساعة والله هذا الشارع ينسد لو نموت ماتت عندنا شهداء بالحشيد ماتت بالجيش احنا موجودين هذا الشارع موجود والشارع يتحدث اكثر شيء ما عندنا نقول عرفت لو لا واضافة هاي المعامل هنا بوع الدخان هاي كلها سرطان العالم تعذت وماتت وانتهت وما حد يجي حكمتي ايش هم حكمتي ايش خلي يحكمون نفسهم الشعب كله طلع انتهى الشعب انبات هاي كلها امراض حدنا باكر العصر اكثر من هذا الشيء ما نقول حدنا باكر العصر وهذا الشارع موجود هذا الشارع موجود باكر الشارع نسده السايدين ينقطع السايدين ينقطع والله الله والله العظيم هذا الشارع ينسد انا جهالي صار 4 ايام الله شاهد عليهم مديهم من بيت جدهم باليمين من ورا المي
الله شاهد علي مديهم وانا وحدين انا زين لو لا حكومتي ايش هاي حكومتي ايش هاي عالم عندها فاتحه ما عندها ماي تغسل الماعين ما عنده وين نروح وين عم نفط ما رايدين فلوس ما رايدين حصه ماكو ما يهم ماكو ليش هيك احنا مو سلام منين جينا احنا رحمه لوالديكم منا الباكر العصر منا الباكر العصر الله بمحمد بعلي السيدين ينقطع الشهداء طينه ما في الكفايه وهاي القناه خلي تصور هاي الشهداء تقول الفتحه السادسه بالنجف هاي الفتحه السادسه مو نازله مال المنطقه خدمات ماكو هاي المعامل راح سرطان بينا زين لولا ومي ماكو منا الباكر العصر سويتولنا حل سويتولنا حل ماكو حل السايدين ينقطعن نروح شهداء اثنين ثلاثه بس نسوي حل العوائلنا البقت زين لولا والسلام عليكم. كانت التاميم قديما هاي الجراديه اكلتنا والبق وبالليل كله منع منها البق وارياح تجينا من هيك يعني الريحه تكتب زين وبق والجراديه جراديه والمي هاي اكو بوريات هاي يعني لازم تصلحون البوريات مقطوع على شو اسمه ها؟ خدمات اي خدمات يعني هاي لازم يغيرون هاي شكو بوريات هنا يعني هي الدوله صار لها 15 سنه ما تقول ايش سوت يعني لا يباعون للمواطنين لا هاي لا عمل لا البطاله كل الشباب قاعده يعني لا عمل ولا هاي زين السلام عليكم بس انا اشهد الدكتور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا حال العراق 2019 2030 شو يصير يعني بالعراق يمكن بعد اسوء واسوء واسوء العراق يعني من اسوء الى اسوء 80 سنه الثمانينات والتسعينات كان مو هذا حال العراق هسه هذا حال العراق وبعد يعني يوم عن يوم جاي تزتا الناس كلها امراض اوبئه يعني هسه جرى هاي الجراذيه بالبيوت كل 5-10 يطبن جراذيه سويه واحنا منتين فدنوب يعني وامراض كلها امراض ما نعرف شنو الامراض اللي بينا ماكو يعني هاي هذا حالنا هذا حالنا يجون المسؤول شو يسوي؟ بس يعني ما يقدر الرجال يعني المسؤول ما يقدر يسوي له مشروع كبير ضخم يشيل سي السلام يشيلون هاي الازبال ما عندنا مسؤول يشيلون الازبال ماكو مسؤول واصلنا ولا اي مسؤول واصلنا هاي يشيلون الازبال بس ما حد يسوي يعني مشروع يخلصك هاي ولا حد يقول لنا ايش فيكم هاي كانت تلفزيون راضين على هالوضعيه هاي بس مرخص هاي الابزول كانت نظيفه بيها مي حتى سمت كان بيها هسه صارت وصاخه وقداره وانتهت يعني الناس هنا انتهت بمعنى الكلمه يعني وشكرا بكل شيء متبهدلين لا مجاري لا تبليط لا ابد زين يعني ما يصير هاي وضعيه هي هاي السلام عليكم هاي متمطر الدنيا هذا البزي المسدود منك مسدودات ماكو يصعد على البيوت يطب علينا على البيوت يطب علينا هاي كل سنه هاي جو الامريكان زمن الامريكان سووا صحوه نظفوا البزي قام يمشي بمي هسه راحوا الامريكان ماكو بعد راح شوفه كله وصاخه وكله نفس الشيء يعني هسه هو ما يغلى على الحكومه اذا يجيبون هاي البوار العملاقه ويسوونه يدفنونه ويبلطون الشارع يعني ما يغلى على الحكومه مو هواي يعني لا جابوا بوار عملاقه ودفنوه وسووا شارعين سادين ما يغلى بس هو هذا شوفه من ذاك الوقت له حيايا بي الى نظفه بالكرين تطيح الاطفال بي تموت الله شاهد خوش وقعت حيايا بي جريذيه بي كل شيء يعني هذا البنزين من 80 هو هذا يعني ولا واحد اجى وسوى له حل انا قلت قبل الانتخابات كلها يجونا احنا نسوي لكم خلصت الانتخابات الله وكيله قبل الانتخابات الكهرباء ما ترمش هسه من تخلص الكهرباء زفت كم مي ماكو هسه اريد مي هو بس المي بعد وقطعوه من يمنا الحصه يجينا شيء ورا شيء طحين وها وثلاث اشهر لغوهن هسه احنا ما نريد يشوفونا الماي يشوفونا هاي البذور يشوفونا هاي الحاله والله ذاك اليوم بيت طاح على بنيه وقتلها خوش هسه لا صارت فاتحه ماي ماكو شكرا هذه الصفحه البزي طاق على العالم يعني والله بالبيوت والله هاي المطر وهاي هاي ورقه مجار تصير بهاي المنطقه ارقى مجار هاي بصفه دياله يعني شنو يعني نائب مجلس بلدي كل شيء ما يسوي لنا يشتغل بسلمان ويشتغل هنا ومنطقته هاملها افتريت الدوله انت مو تفتر على الحسينيه وافتريت على المدينه افتر علينا تعال انت هسه قلنا عادل عبد المهدي وكيفنا بيك وانت تخبوك وقلنا يا الله اجانا الخير العراقيين اجانا الخير هو وين الخير العراقيين الاصليين اذا اكو عراقيين يجون يشوفون هاي المنطقه لا خدمات لا ابد هاي تكرم هاي الزبايل على الشارع
على الشارع، هو مو تبليط اصلا، سبايس هذا الشارع، ماكو تبليط، خدمات ابد ما عندنا، خدمات ابد ماكو، مجاري تكرم ماكو، مجاري ما عندنا، مجاري ظاهريه، زين ما حد مر علينا، لا حد شافنا، هاي المعامل الله شاهد علي، الله شاهد علي، الله شاهد علي، اطلع الصبح القى الطرمه مال بيتي قطعه سوداء، قطعه سوداء، وهاي كلها تشهد، هاي كلها تشهد، زين ليش ما حد يحاكي؟ مسنودين، مسنودين اكو احزاب ساندتهم، زين الفقير وين يروح؟ وين يروح الفقير؟ بعد عين عين الله، بعد عين عين الله، عندنا خمس نواب الله شاهد، الله شاهد، تجي قبل قبل الانتخابات كلها تفتر علينا، ايش محتاجين ما محتاجين، بس نريد من هاي قناتكم توصلون صوتنا للخدمات للمي، عمي مي ماكو، اكو واحد ما يسبح؟ قل له هسه انت بالبرلمان، بالبرلمان بالحكومه اللي قاعد على الكرسي، تقدر ما تسبح؟ اذا مو باليوم ثلاث مرات جوز تسبح بحليب، انا ما اعرف زين لو لا، رحمه لوالديك من روبينه، شوفونا شوفوا هاي العوائل، والله اسلام احنا، والله اسلام، والله اسلام، واذا انتم مسلمين واذا عراقيين، ها اذا عراقيين تسوون حل، احنا اضطرنا للاربع العصر، باكر للاربع العصر ماكو السايدين ينقطعن، خلي يموت واحد اثنين ثلاثه اربعه، خلي يجيبوا تجون انتم وسلاحكم علينا تضربونا ما يخالف، نتحمل منا الاربع العصر، ونريد من هاي القناه مالتكم توصلون صوتنا، وشكرا. السلام عليكم، نطلب من شوف لنا شغله الصحيات، يعني هسه البزل عندك تبليط ما عندنا، انذب سبويس على حسابنا، مجاري على حسابنا، يعني شو الحكومه العراقيه وينها؟ ميتين اذا ماكو احنا عندنا الاربعه باكر نطلع، اذا ماكو نطلع اي خلي يطلع واحد منهم، لا خلي يجي واحد من المسؤولين، ناس ما يعيش عمي الجريذيه هنا اللي كلها بالليل نصور لك اياها ونشوف لكم اياها الجريذيه، بس احنا نطالب منهم هم يشوفون خدمات الشعب، يعني شغل ماكو منتهي منها، لا شغل لا عمل، يعني العراق خليكم يسلم بعد، لو ظل على الامريكان احسن لنا، والله الامريكان اشرف منهم. لا خلي جوني الامريكان. السلام عليكم، هاي المجلس بلدي، هذا شغل مجلس بلدي، بلديه ذكرى علوش، مجلس محافظة بغداد، جسر دياله، انتم البلديه المسؤولين علينا على جسر دياله، يعني هاي يعني هاي انتم عليكم هاي، لا كابسات، كابسه تجي على السريع تطب بشارع 60 تلم القواطي وتطلع، ليش هيك؟ ليش هيك؟ تعال ابو حاتم، واحنا نشكر هاي القناه. اي والله نشكرهم. السلام عليكم ورحمه الله. هاي هشوفون انتم، هشوفون يعني هو هذا، هو هذا يعني هسه خلي واحد من الوزراء يقعد هنا يصير؟ ما يصير، يعني هاي هسه هسه بيناتنا الله، منا الباكر الساعة بالأربعة إلى ماكو نقطع الشارع، زين بيناتنا الله، مو بس هالبزل، نشوف ذاك البزل الثاني طبعا البيوت، زين إلى متى يعني إحنا يعني الأفندي ننتخبه؟ ها وهاي هاي نماذجنا هاي تعبانة؟ ما يصير، ما يصير عمي، خلي يحسون عمي، يا مسؤولين احمل والديك، يا مسؤولين عمي، يا مسؤولين، يعني يا انت انتخابات ايش بدو اقضي لك؟ تعال انتخبني زين، وكل شيء ماكو عمي، يعني ما مطلع يعني ما مرجيه منهم ابد، زين الى متى يعني احنا نظل؟ جاك الواوي جاك الناس بطلت، لا تريد تعيينات، كل شيء عمي ما نريد، كل شيء احنا ما نريد شيء، بس خلي يوفرون خدمه بيناتنا الله، كهرباء يعني الى متى؟ بس تعال اطلع هناك على ذاك البزل، اطلع على ذاك البزل وشوفه، زين اطلع على ذاك البزل وشوف، زين حشيشه ومخدرات من وراه، من غير من وراهم ما يصير، يابا ما جاي نطلب شيء، انا اشكركم، واجبنا غير هاي، واجبهم هم، واجبهم هم المفروض يسوونه، احنا ما نتوسل بيهم، على شنو نتوسل بيهم؟ هو هذا الشيء يعني مفروض عليهم، هم شغلتهم خدمه المواطن، هسه احنا لا مي لا كهرباء، شوف البزل احنا ما نتواصل باكر، تهديد وغير شيء، لا مسبح لا شيء، شنو ايش نسبح؟ نسبح ببطاله مي؟ يا هل يقبل من عندهم؟ يا هل يقبل؟ والله عيب عليهم، خليه يستحون، كافي ترى مسخوها، البلد قاعد يرجع باك فاير لي ورا، يعني تعال بسنه ال 80 بال 90 احنا واعيين عليها، مو هيجي عمي ما صارت والله، ذولا جو انتقام، خليه يطلعون يشوفون الوضعيه، يطلعون للمناطق، ليش خاتلين؟ يعني بس وقت الراتب هو يعرف العالم؟ ما يصير والله ما يصير، ترى العالم عرفتهم يكذبون، عرفتهم كلاوتشيه، وعرفتهم تقودهم امريكا واسرائيل، كافي ترى عرفنا كل شيء والله، اتضح هذا الطفل يعرف بعد، ماكو ما يخفون علينا بعد هذا الشيء، بس الغشيم، ما ظل غشيم والله،
والله ما ظل غشيم. كاف عاد والله العظيم كاف ترى وصلت حتى كاف خلي يستحون عملاء والله العظيم كاف هذا الشعب في يوم اذا ثار تنتهي الوضعيه والله. تعبانه لا مجاري مي شرب ماكو مو توصف الحمد لله والشكر هم يجون الجماعه بس دواء ماكو دواء نروح للصيدليه من عندهم للصيدليه هو اللي يشوفونا شلون حالتنا. اي الحمد لله. هذا المستوصف بس اسمه مستوصف اسمه مستشفى تروح عليه يقص لك الباص ب 2000 تروح للدكتور من ترجع بألف هاي 3000 دينار تذيب لك 5 وتطلع اخر شيء يعطيك حباب مال راس ويقول لك الباقي روح استلمه من البر اشتري على حسابك وشوف هاي العنقه يعني مي مقطوع الطون هذني مال المي مي بس هذا المي المي ماكو يعطيك هذا مال المي تعقيد جلسوا بنبلع بلح هذا رحمه على والديكم مليانه والله مليانه مليانه يا ناس مليانه والله مليانه صحه تعبانه يعني الناس قاعده ما عندها وتروح الباص كان ب 500 سوى 2000 هسه تطلع من المستشفى ب 5000. اخي العزيز هي المشكله مو بس المي المشكله بالخدمات لا مي تبليط ماكو خدمات ماكو تكرم شوف هسه الزباله اللي هناك يعني المنطق البزول يعني الزباله بصف البزل فالزباله تصير بصف البزل راح تصير امراض وبكتيريا وهسه المشكله ما صار لها 5 ايام بالمنطقه 5 ايام ماكو بناحيه الوحده ناحيه المدان حي التاميم الخالصه جسر دياله والله شو اقول لك ارتفع المي بجسر جديد وقفوا هذا تصفيه المياه اي ليش هسه خلي يطببونا دناكر مي تصفيه العالم تشرب شيء ماكو ماكو لا مسؤول حش لا هذا بس وقت الانتخابات علقوا صورهم وها انتخبونا راح نسوي لكم خدمات ما كل خدمات يعني لا مش محافظه لا مش بلدي ما اعرف هاي شوف هسه العالم شو قدام عينك صار لك 5 ايام منتهي وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم اني مختار منطقه جرف النداب الشرقي نعاني من المي صار 8 ايام و7 ايام المي قال ليش قاطعينه؟ قالوا المي متلوث من دياله جاي من دياله طبعا زين المي دا يدفع دا يجي من دياله ودا يدفع قبل بنار دجله نار دا يدفع جايات اوساخ واقفات بصب على المكاين هاي مضخه يقدرون هاي يجيحوها تنزحها دا يجي مي قوي من دجله من دياله يطلع قبل يحرش لنا صار 5 ايام 8 ايام مي ماكو واحنا المي هذا ما مو للشرب كلنا مستعملين مي ارو كنا عندنا نشتري مي ارو هذا بس للغسول وبس اللي يسهلون امورنا يضخونا باليوم في الساعه ساعتين يوم هاي الاشاعه تروح وانتهت ما ولا مسؤول جانا ولا بس عن ارتباطه بسيد السلام ابو المجلس البلدي انا مختار منطقه الجرب ارتباطي بالبلدي رحت هسه قال انا شو اسوي؟ انا ما شغله بالمحطه بس المان باك بدي اعرف ابو المحطه ليش بدا يشغل؟ مسؤولين جو شي جو شنو السبب اللي بدا يشغل؟ جايات ميات وسخات مرتفع الموتورات وما يشغل هاي ما تعطل عمل اريد مرات الدوله شلون تجي لسلمان باك احنا ضخنا مثل سلمان باك ضخ المنطقه هاي كلها تاميم المنطقه هاي كلها من سلمان باك ضخمانا جرف النداب صمديه ابو ثيله كلها من جرف النداب مخفين الضخ تضخونا يومين ساعه ساعتين يوم يصفى المي وانت سوينا فتفت حل ريز الدوله نعاد الدوله فشلنا فتحل هالايام يعني ما لا ابو دنكر يجي ابو دنكر روح له يقول من يجيب لكم اني هم المي المي متلوث يقول لي ماكو مي حتى لو دنكر منين يجيب على الحرنة شلون يعني ريز الصبح نغسل ماكو ونطلب من الله ومن الدوله ان يسوي لنا فتحل وشكرا. والله العظيم تجين مي ماكو يعني ما يصير معوقه عندنا معوقات عندنا هواي يعني معوقه ليش نغسلها وانت بتتهمون ما يصير يعني شنو هاي يوم الاربع ايام ثلاث ايام
يعني انت تعزلنا نشتري ماي نشتري ماي نشتري ماي ما يصير هاي يعني الله الله ما يقبل هيك والله العظيم انا والله العظيم عندنا معوقه بعد شو تريد يعني انت هم عندكم اطفال عندكم هاي يعني مساحه بس يعني كبار ما يصير يعني الله وانتم ان شاء الله يحفظكم جاهل حسين ابو عبد الله